خلال الندوة الصحفية التي نظمها تحالف ربيع الكرمة، قدمت الهيئات النسائية مذكرة تحليلية نقدية لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. أولاً العنوان قانون لمناهضة العنف من النساء، والحال أنه فاش كان ندخلوا لمشروع القانون كيخلط ما بين النساء والأطفال، بالتالي ما كيولي كيستافدوا لا النساء ولا الأطفال. من حيث النجاعة ديال هذا القانون نعبر عن رفضنا له، ونعتبر بأنه لا يمكن له أن يناهض العنف ضد النساء لعدة اعتبارات، منها اعتبارات منهجية، منها اعتبارات متعلقة بالتعريفات وخاصة التعريف ديال العنف. الجمعية النسائية نددت بإقصائها من التشاور حول مضامين هذا المشروع باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال محاربة العنف القائم على النوع. ما نريده هو قانون يحارب العنف ضد النساء، قانون يحترم المعايير الدولية في مجال الوقاية من العنف والحماية من العنف والتشديد على ذلك، أي كل العناصر الكفيلة بأن يقوم هذا القانون بمهامه الحقة. ودعت الجمعيات النسائية الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع وتوفير شروط تدقيقه وتحقيقه وانسجامه على مستوى الرؤية والمقاربات.